الرحمن الرحيم. فقامة السيد رئيس الجمهورية المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكرر وقفتنا هذه لإعادة مناشدتنا لكم يا سيادة الرئيس، بعد أن تقاطع فهم التشريعات وتداخل القوانين والتفسيرات على المعنيين بين الشكل والمضمون، فبعد أن ردت محكمة التمييز قرار الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وقبلت طعون المستبعدين لتوافق على قبول من تقدم بطعن تلك القرارات، عادت الهيئة القضائية للمفوضية العليا للانتخابات المستقلة لاستبعادنا مجددا والموافقة على 18 مرشحا لهم نفس حالتنا إذا ما قورنت من حيث السبب وصفة الاستبعاد. فخامة الرئيس المحترم، إن هذه الورقة التي نقدمها لسيادتكم راجين فيها تحمل المسؤولية التي أوكلها لكم الدستور، والتي سبق أن قام بها المرحوم مام جلال عام 2010 في رفع الحيف عن حالة مماثلة لقبول المرشحين الذين طالتهم سياسة الإقصاء وإعادة الحق الذي فقده هؤلاء المرشحون. نحن لا نغالط القضاء ولا نشكك في نزاهته، لكن ما حصل صدور قرارين باتين غير قابلين للنقض، أحدهما يسمح للمستبعدين بالعودة، والثاني حرمهم حقهم الذي كفله الدستور لهم في المشاركة. ولعدم وجود مرجعية تعطي حق جهة على أخرى سوى قرار نقض فخامة الرئيس لحالة الإبعاد لما ورد آنفا، فإننا نلتمس من فخامتكم إعادة النظر في حسم الموضوع ومنح الفرصة لهؤلاء المرشحين ليشاركوا أقرانهم، وتقديرا لجماهيرهم التي دفعت بترشيحهم راغبة بهم لتمثيلهم في الدورة الانتخابية القادمة. ودمتم ناصرين للحق، المرشحون المستبعدون من الانتخابات في 6 من آب عام 2021.